وفي نبأ عاجل ورد الينا حيث وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله جهود تطوير شركات قطاع الاعمال العام وفقا للخطه الزمنيه المقرره لا القطاعات الصناعيه الواعده مثل قطاع الغزل والنسيج مشددا على اهميه قطاع الاعمال العام باصوله العديده والمتنوعه في المساهمه في التنميه الشامله جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق وبدوره استعرض توفيق الموقف التنفيذي لتطوير شركات القطاع كما شدد الرئيس على اهميه تاهيل العنصر البشري والاستفاده من الطاقه البشريه من خلال رفع كفاءه العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئه العمل قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال ان جلسات الاستماع الخاصه بالتعديلات الدستوريه والتي انطلقت اليوم ستعتمد على الانفتاح والشفافيه واستطلاع جميع الاراء المؤيده والمعارضه على مدار 15 يوما ستشهد عقد ست جلسات على الاقل بهدف الوصول الى افضل الصياغات الممكنه وخلال جلسه الاستماع التي عقدتها لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه قال عبد العال ان الدستور هو الوثيقه الاسمى والاعلى ويعكس نظام الدوله وبالتالي فالدستور ليس صنما او تعاليم دينيه منزله بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع ويحقق مصالح الدوله والمواطنين